بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه تشات شوي، هو وبنته سا، وبيكونوا بيلعبوا مع بعض وبيتزحلقوا على الجليد، بس سا كانت خايفة شوية علشان ما تقعش، بس بابا بيشجعها وبيخليها تبدأ. وأول ما بتمشي بيتفاجئ تشات شوي ببنته وهي بتنزف دم وهي ماشية، فبيجري عليها بسرعة جدا وبياخدها للمستشفى. وكانت تشات شوي خايف عليها جدا، بس بعد شوية فحوصات من الدكاترة بيعرفوا الدكتور ان دم بنته اتضرر بنسبة 10% اكتر من الاول، وانها لازم تعمل العملية في اسرع وقت. وبنعرف ان عندها مرض نادر ومحتاجة حد يتبرع لها بنخاع العظام. ولما بيسألوا تشات شوي اذا كان في حد متبرع ولا لسه، بيعرفوا الدكتور ان في شخص ممكن يتبرع لها، بس المستشفى تواصلت معاه كتير وهو مش بيرد عليهم، فبيطلب منه ياخد رقم تليفونه وهو هيحاول يوصل له، بس بتأسف له الدكتور وبيعرفه ان المعلومات بتاعت المتبرعين سرية وما ينفعش حد يطلع عليها، وبيسيب تشات شوي وبيمشي. المهم بيقدر تشات شوي انه يدخل لأوضة الملفات وبيقدر يوصل لرقم المتبرع وبيصوره، وبيفضل بعد كده يرن عليه كتير جدا بس ما كانش حد بيرد عليه، لحد ما بيجي الليل وتشا بيبقى قاعد مع بنته، وبنعرف ان مراته توفت من فترة كبيرة بسبب المرض، وهو اللي بيعتني ببنته من زمان، وبيوعد بنته انه مش هيسيبها الا لما تخف وتبقى كويسة، وبيطمنها كمان انهم لقوا متبرع. بنروح بعد كده لظابط اسمه كو هانج، وبيبقى اخد السجينة تشانج جين للسجن، وبيوصل بعد كده تشا وبنعرف انه شغال ظابط شرطة في السجن ده، وبيشوف المسجون الجديد وهو فاقد الوعي بسبب كمية المخدرات اللي شربها، وبيفاقوا الحارس بخرطوم المية وبياخدوه للظابط كو هانج، وبنكتشف انه بيغير ملف المسجون بملف مسجون تاني علشان يلبسوا قضية تهريب مخدرات ويقضي طول حياته في السجن. واول ما بيعرف تشانج جين باللي عمله الظابط بيبدا يتعصب جدا وبيهجم على الحراس اللي واقفه، وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيجيله تشات شوي، وبتقوم بينهم معركه قويه جدا، وبيبقوا الاتنين مستواهم عالي جدا في القتال، وبيتمكن تشانج في الاول من تشات شوي، بس بيستجمع قوته بعد كده وبيبدا يهجم عليه مره تانية لحد ما بيديله ضربه قويه جدا بتطلعه من الاوضه اللي هم فيها، وبيقدر يسيطر عليه وبيدخله للسجن مع باقي المساجين. وبيفضل ساعتها يزعق وبيقول لهم انه ظابط صيني ومش تاجر مخدرات، بس طبعا كل المساجين بتتريق عليه ومحدش منهم بيبقى فاهمه اصلا، بس تشات شوي كان واقف من بعيد وسمعه ومستغرب من اللي هو بيقوله. بنرجع بالاحداث شويه وبنعرف ان تشانج جين ظابط فعلا، ودخل سكه الادمان علشان يعرف يزرع نفسه مع عصابه ومحدش يشك فيه نهائي انه ظابط، وكان عمه ظابط برضه وهو اللي مكلفه بالمهمه دي علشان يبلغه بكل تحركات العصابه قبل ما تحصل، بس كان متضايق علشان تشانج بقى مدمن وما كانوش متفقين على كده من الاول، بس بيفهموا تشانج انه بيروح لمصحه علاج ادمان، وهو عمل كده من الاول علشان دي الطريقه الوحيده اللي هيقدر يدخل بيها جوه العصابه. بنروح بعد كده لواحد اسمه هانج مون، مليونير صيني بس عنده مرض نادر جدا، وعلشان يتعالج محتاج لزراعه قلب في اسرع وقت، بس المشكله ان كمان فصيله دمه نادره، بس بيعرفوا الدكتور ان الشخص الوحيد اللي عنده نفس فصيله الدم هو اخوه، وبيعرفوا كمان ان لو ما عملش العمليه في اسرع وقت هيموت. بنرجع لتشانج جين وبيكون قاعد مع واحد من افراد العصابه، وبيعرف منه انهم عاوزين يخطفوا واحد هو ومراته، واول ما بيبقى لوحده بيتصل على عمه وبيقول له على اللي عرفه، بيبقى مكان العمليه في المطار. وبعد شويه بيوصل تشانج جين وافراد العصابه للمطار، وبيوصل بعد منهم عمه مع افراد الشرطه علشان يحاولوا ينقذوا الشخص اللي العصابه عاوزه تخطفه ويقبضوا على العصابه. وبنعرف ان الاثنين اللي العصابه عاوزه تخطفهم هو هونج اخو المليونير هانج ومراته، وبتبدا العصابه تحاصر هونج ومراته والحراس وبيثبتوهم، ولما مراته بتشوف الحراس زي قلتها ما اتحركتش بتقوم تضربهم كلهم بالقلم، وبتاخد المسدس من واحد وبتقتل واحد من العصابه، وساعتها بتبدا حرب شرسه بين افراد العصابه وبين افراد الشرطه، والناس في المطار بتبقى مرعوبه وبيطلعوا يجروا في كل مكان وسط ضرب النار. وبتقدر مرات هونج انها تضرب تشانج بالخاتم في رقبته، وبتهجم عليه بس بتضرب بالنار من زعيم العصابه وبتقع ميته. وبيقوم تشانج بس كان مش متزن، بس بيقدر انه يروح لهونج وبيسحبه من المكان اللي هو فيه بالعافيه علشان ينقذه من تحت ايد العصابه، بس علشان هونج مفكر تشانج تبع العصابه بيقدر يضربه وبيهرب منه بسرعه، وساعتها بيوصل ظابط لتشانج وكان هيضربه بالنار علشان مفكره تبع العصابه، بس بيلحقه عمه على اخر لحظه، وللاسف كان ساعتها زعيم العصابه واقف وشاف اللي حصل وتاكد ان تشانج تبع الشرطه، على طول بيطلع مسدسه وكان هيقتله،
بس بيضربوا عمه طلقه في رقبته وبينقذ تشانج للمره الثانيه. وبعدها بتوصل العصابه وبيضربوا نار تاني على بعض وبيتصاب الدكتور هونج اصابات خطيره جدا. وبياخد تشانج زعيم العصابه والمجموعه اللي فاضله وبيقدروا يهربوا من المطار باعجوبه. وعلشان زعيم العصابه اتضرب بالنار في رقبته ما كانش قادر يتكلم ويعرف رجالته ان تشانج شغال مع الشرطه. واثناء ما هم على المركب بيتصل على تشانج رقم غريب فبياخد واحد من العصابه تليفونه وبيرميه في البحر. وكان ساعتها تشات شوي هو اللي بيتصل عليه لان تشانج هو المتبرع اللي هيساعد بنته. وبالليل واحد من افراد العصابه بيخلص على الزعيم بتاعهم وبيضرب على تشانج نار بس مش بيموته، وهنعرف انه عمل كده علشان يسلمه للبوليس التايلاندي، وده كان السبب اللي دخل تشانج السجن. وهونج في المستشفى كانت حالته خطيره وبيجيله اخوه علشان يطمن عليه لانه عاوزه حي علشان يساعده في العمليه اللي عاوز يعملها. وبيجيله المحقق تشان وبيتكلموا مع بعض شويه وبيعرفوا هونج بالمرض اللي عنده، وكان اخوه جايله تايلاند علشان يقف معاه في رحلته العلاجيه. وبعد شويه بيجي تليفون للمحقق تشان وبيعرف منه ان ابن اخوه اتقبض عليه وموجود دلوقتي في سجن في تايلاند، وكمان احتمال يموتوه خلال الاسبوع. فبيخاف تشان على ابن اخوه وبيروح على طول على رئيس الشرطه علشان يساعده وينقذ ابن اخوه، بس بيعرفوا انه صعب جدا يعمل حاجه علشان هما في الصين وابن اخوه في تايلاند. بنرجع لوقتنا الحالي مره تانيه، ولما تشانج كان عمال يقول لهم انه ظابط، تشات شاي كان بيتفرج عليه وبيجيله رئيس السجن كو هانج وبيديله مبلغ من المال علشان يقدر يعالج بنته، وبيشكره تشات شاي جدا. وبنروح لتشانج وهو في الحبس الانفرادي، وكان متعصب جدا لانه كمان بقاله فتره ما خدش مخدرات، وكمان كان قاعد في الزنزانه لوحده من غير حتى شويه ميه. في نفس الوقت عمه كان بيدور عليه في كل حته لدرجه انه كان بيروح لرجاله العصابه وبيضربهم علشان يقولوا على مكان ابن اخوه، لحد ما بيجيله رئيسه في الشغل وبيتعصب عليه وبيهدده انه لو ما بطلش الحركات دي هيرفضه من الشغل. بس المحقق تشان بيقول له انه مش فارق معاه حاجه، المهم عنده انه يوصل لابن اخوه. في نفس الوقت كانت تشات شاي لسه بيحاول يوصل للمتبرع وبيرن على رقمه، لحد ما اخيرا الرقم رد عليه بس ما كانش فاهم منه حاجه. فبيروح بسرعه لتشانج وبيطلب منه يتكلم مع الشخص ويعرف هو مين عن طريق المترجم، وبيعرف ان الشخص اللي معاه التليفون صياد ولقى التليفون في البحر وهو مش صاحب الموبايل. وعلشان تشانج ما كانش مركز مش بياخد باله ان تشات شاي بيتصل على رقمه اصلا. وبنرجع للمحقق تشان وهو قاعد مع هونج وبيطلب منه انه يطلع يشرب سيجاره، ولما بيطلعوا بيتكلم هونج معاه وبيعرفه على المرض اللي عنده، ومن وسط الكلام بيعرف ان هو عنده نفس فصيله الدم النادره وبيبدا ساعتها يشك فيه. وبيربط الاحداث ببعض وبيتاكد ان هونج هو الوحيد اللي عنده مصلحه في خطف اخوه. ولما بيحس هونج انه اتكشف بيتكلم معاه وبيوري له فيديو لابن اخوه وهو بيتعذب في السجن التايلاندي، وساعتها بيتعصب عليه جدا وبيهدده انه يقتله، بس هونج بيعرفه انه يسلم اخوه في ايده وهو هيجيب له ابن اخوه. في نفس الوقت تشانج قدر يفك حديده من السرير بتاعه وجرح بيها نفسه، واول ما بيشوفوا الضباط بيطلعوا يجروا عليه بسرعه في زنزانته علشان يلحقوه. بس تشانج كان عامل لهم كمين علشان يطلع من زنزانته ويتصل على عمه، وبيقدر انه يضرب واحد من الحراس وبيثبته بالحديده وبيوقف تشات شاي وبيقفل عليهم الزنزانه وبيطلع يجري باقصى سرعته. وبنرجع للمحقق تشان اللي راجع المستشفى بيبقى عمال يفكر ومش عارف يعمل ايه في اللي هو فيه، بس بيقرر انه ينقذ ابن اخوه مهما تكلف الامر، وبيضرب بالمسدس بتاعه علشان جرس الانذار في المستشفى يشتغل، وبيطلع يجري بسرعه على اخو هونج وكان في ناس يعني من العصابه جاي علشان يقتلوه، وبياخده بسرعه وبينزل من المستشفى علشان يعني يوديه في حته امان، بس هو في الحقيقه كان عاوز يسلمه لاخوه علشان ياخد ابن اخوه. وبيروح تشانج على العياده وبيحاول يعالج نفسه، بس بيجيله ظابط وبيدخل معاه في معركه، بس بيقدر تشانج انه يتغلب عليه بسهوله، وكمان بياخد تليفونه وبيهرب من مكانه بسرعه، بس لما مش بيلاقي شبكه في التليفون بيفضل يتحرك علشان يوصل لاي مكان فيه ارسال، وبيدخل اوضه التحكم بتاعت السجن وبيهجم على الحراس اللي موجودة كلها وبيقدر انه يخلص عليهم، وكمان بيدوس على زر التحكم الرئيسي وبيفتح كل البوابات بتاعت الزنازين في السجن. وطبعا اول ما المساجين بيتفتح عليها الباب بيطلعوا كلهم من الحبس وبيبدأوا يجروا في المكان وبيضربوا اي حد من الضباط يجي قدامهم. وتشات شاي ساعتها كان لسه بيدور على تشانج، بس بيتفاجئ ان في بنات صغيرة وستات طالعين من زنزانة سرية من اللي موجودين في السجن، وبيستغرب جدا ازاي جم هنا اصلا. وبيجي ساعتها رئيس السجن وبيعرف تشات شاي ان في حاجة غلط بتحصل والرئيس وراه حاجة مخبيها، بس بيجي الظابط اللي تشانج لسه ضربه وبيقوله انه ما ينفعش يبقى هنا، وكمان بيعرفه اللي حصل وبياخده معاه وبيمشوا من عندهم بسرعة.
وساعتها بيتفاجئ تشاد شاي بكل المساجين وهي بره، وبيبقوا عاملين فوضى كبيره جدا في المكان. واول ما بيشوف تشانج بيفتح الباب وبيبدا يهجم على المساجين اللي في طريقه، وبيبقى عاوز يعمل اي حاجه علشان يقبض على تشانج بالذات. وفعلا بيقدر يوصل، وبتقوم بينهم معركه قويه جدا وما كانش حد فيهم قادر على التاني، وده علشان الاتنين متمرسين جدا في القتال. كل ده وتشانج ماسك التليفون وبيدور على مكان يلقط منه شبكه. في نفس الوقت كان رئيس السجن دخل وبدا يضرب المساجين، وكان عمال يدور على اي طفل من اللي هربوا علشان لو حد عرف بيهم هيحصل له مشكله كبيره. وبيبان ان الرئيس كو هانج مش سهل برضه، ومقاتل قوي جدا من الدرجه الاولى. وفعلا بيقدر يوصل لواحد من الاطفال وبيهجم على المساجين اللي معاه وبياخده من ايده وبيمشي. وكان ساعتها لسه تشاد شاي وتشانج في قتالهم مع بعض، لحد ما بيلاقي تشانج مكان عالي فبيطلع له بسرعه، واخيرا بيجمع الارسال وبيرن على عمه. بس اول ما بيرد كانت تشاد شاي قدر يوقع تشانج من فوق، وبيجري ياخد التليفون وبيقفل السكه، وبيقدر يسيطر على تشانج. وبتوصل القوات الخاصه هي كمان، وبتقدر تسيطر على باقي المساجين. بنرجع لعمه اللي فضل يتكلم بس محدش رد عليه، وساعتها عرف ان ابن اخوه هو اللي بيكلمه وانه لسه بامان. وبيطلب من واحد من الضباط يجيب له بيانات الرقم ده، وبيقرر انه يستنى وما يسلمش هانج لاخوهم، وبياخدوه بيودوا له عياده صغيره كده تبعهم علشان يكمل علاجه هناك. وبيجي تاني يوم وبيوصل المحقق تشان لتايلاند، وبيروح للضابط اللي تشانج اتصل عليه من تليفونه، وبيعرض عليه فلوس كتيره جدا، وبيقول له انه عاوز يزور واحد في السجن اللي هو شغال فيه. وبيروح تشاد شاي يطمن على بنته اللي كانت زعلانه علشان المتبرع لسه ما جاش، بس بيطمنها وبيوعدها انه مش هيسيبها ابدا غير لما تخيب. وتشانج كان قاعد في الزنزانه لوحده، وما كانش حد بيحط له ميه بسبب اللي عمله في السجن، بس بيروح له تشاد شاي وبيخالف الاوامر، وبيدي له ازازه ميه كده على الرغم من كل اللي عمله، بس عشان كان صعبان عليه يعني. وبيجي الليل وبيوصل المحقق تشان للسجن، وهو متنكر في زي عامل علشان يعرف يدخل، وبيقابله الضابط اللي اخد منه الفلوس، وبيروح الاول يطلب المساعده من تشاد شاي، بس بيرفض في الاول، بس بيعرف الضابط يقنعه ان تشان يقابل ابن اخوه يعني. في نفس الوقت كان رئيس تشان عرف باللي عمله، وكان رايح هو ورجالته للمكان اللي فيه الدكتور هانج علشان ياخدوه، بس اول ما بيوصلوا بيوصل واحد كده تبع هونج، وبيبدا يهجم على كل الضباط اللي في المكان، وما كانش ولا واحد منهم قادر يعمل معاه حاجه، لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وكمان بيخلص على رئيس الشرطة، وبياخد هانج وبيمشي من المكان. وبنرجع للسجن وبيقابل تشانج عمه، وبيديله تشاد شاي ربع ساعة علشان يتكلموا مع بعض، بس بيجيله تليفون بعدها من واحد من الضباط قبل ما يموت، وبيعرفه على كل اللي حصل. وساعتها بيتعصب جدا وبيقول لتشانج ان هم لازم يهربوا من هنا بأي طريقة علشان حياتك في خطر. وبيجي لهم تشاد شاي وبيعرفهم ان الربع ساعة خلصت، ولسه بيفكهم وصل رئيس السجن وشافهم، وبياخدهم وبيحبس تشان في قفص، وبيربط تشانج على الأرض، وبيتكلم مع تشاد شاي والظابط التاني، وبيقول لهم ان هو مسامحهم على اللي عملوه، بس علشان يسامحهم يعني بيأمر تشاد شاي ان يقتل تشان، بس تشاد شاي بيرفض، فبيجيب بنت كده من اللي خاطفهم، وبيقول لتشاد شاي انه ينفذ الاوامر، والبنت دي فصيلة دمها زي فصيلة دم بنتك، وبكده هتقدر تعالجها، بس برضه بيرفض تشاد شاي يقتله، فبيتعصب عليه رئيس السجن، بس بيقرر صاحبه ان هو اللي يروح يقتله، وبيروح فعلا وكان بيحاول يخلص عليه، بس بيوصل هونج وبيبقى هو اللي مشغل رئيس السجن، وكمان هو زعيم مافيا تجارة الأعضاء، وبيقول لكو هانج انه بدل ما يقتلهم يوديهم للمكان اللي تبعهم علشان يستفادوا بأعضائهم. وبيجي تاني يوم وبيروح تشاد شاي هو وصاحبه مع تشانج وعمه، وبيكونوا رايحين غصب عنهم علشان لو ما راحوش هيخسروا شغلهم وكمان ممكن يتقتلوا. وبيوصلوا للمكان كده وبيسلموا تشانج وعمه، بس تشاد شاي ما كانش قادر يقعد في المكان بسبب الجثث الكتير اللي موجوده فيه، وبيخرج منه بسرعه وبيلحقوا صاحبه وكان بيحاول يهديه شويه. وبعد شويه لما افراد العصابه كانوا قاعدين ياكلوا، بيحاول تشان يفك ايده من الكلبشات، وبيقدر بصعوبه جدا انه يفكها، وبيوصل للمفاتيح وبيحدفها لتشانج علشان يفك نفسه هو كمان، وبيطلعوا هما الاتنين مع بعض وبيبدأوا يهجموا على كل أفراد العصابة اللي موجودة، وكانوا صادين معاهم في الأول كده شوية، بس بسبب عددهم الكبير كانت العصابة خلاص هتقدر تتمكن منهم، لحد ما بيدخل تشاد شاي في الوقت المناسب، وبيدخل بالأتوبيس بتاع الشرطة جوه المكان، وبينزل يدغدغ عظم أي حد يجي قدامه علشان تشانج وعمه يقدروا يهربوا من المكان، وبيروح تشانج بسرعة
على عربية كده وبيقدر يشغلها وبياخد عمه والظابط وبيهربوا من المكان بسرعة. بس للأسف تشات شاي ما قدرش يهرب معاهم لأنه كان في قتال تاني مع أفراد العصابة كلهم لوحده، بس قدر عليهم وراح هجم على واحد تاني كان أخد الأتوبيس وكان عاوز يروح يخبط في العربية بتاعتهم، بس بيقدر تشات شاي إنه يوقفه، بس الأتوبيس بيتقلب وبيفقد وعيه في النهاية. وبعد شوية بيوصل تشانج وعمه والظابط للمستشفى، وبنعرف بعد كده إن المستشفى دي اللي موجود فيها ساب بنت تشات شاي. وفي مرة وساب ترن على أبوها، التليفون كان في نفس الوقت مع تشانج، وهنا بيعرف إن البنت دي هي ساه اللي كان المفروض يتبرع لها بدمه علشان ينقذ حياتها، وبيعرف كمان إن هي بنت تشات شاي. على طول بيطلع للدكتور وبيتأكد فعلا إن دي اللي كانت عاوزة المتبرع، وبيطلب من الدكتور إنه يعمل العملية وينقذ حياتها، بس الدكتور بيرفض وبيعرفه إنه ما ينفعش دلوقتي علشان دمه مليان بالمخدرات، وهيضطر يستنى لمدة 3 شهور على الأقل علشان يقدر يعمل العملية. فبيروح لها بعد كده ساو بيطمنها إنه هو اللي هيتبرع لها، وكمان بيوعدها إنه يرجع لها أبوها في أقرب وقت. وبعد شوية لما بيستعيد تشانج صحته بيروح لواحد من أفراد العصابة وبيغفله وبيعرف منه مكان العصابة، وبيمشي وراهم لحد ما بيوصل للمستشفى اللي هونج المفروض هيعمل فيها العملية، وبيدخل المكان والممرضات بترحب بيه لحد ما بيجيله الشخص اللي قتل الضباط وخطف هانج، وبيبدأوا الاتنين يهجموا على بعض وبيدخلوا مع بعض في معركة قوية جدا، وكان الشخص ده قوي جدا في القتال، بس تشانج كان أقوى منه وقدر كمان إنه يتفادى السكاكين اللي كان المجرم ده بيحدفها عليه، وبيهجم عليه من تاني لحد ما بيقدر يكسر له إيده ورجله. بعديها كان هونج داخل لأوضة العمليات، بس بيتفاجئ برجالته كلها وهي ميتة، وبيتصدم لما بيشوف تشانج وهو أخذ الدكتور تحت رجله، وفي نفس الوقت كان رئيس السجن أخذ تشات شاي وربطه من رقبته، وده طبعا بعد ما موتوه ضرب، وبيجيله وبيوعده انه هيقتله وهيبيع الاعضاء بتاعته، لحد ما بيجيله تليفون من هونج وهو بيأمره ان يسيب تشات شاي وما يعملوش حاجة، وبيكلمه ساعتها تشانج وبيطلب منه ان يجيب تشات شاي ويروح له على المستشفى، وفعلا بياخد تشات شاي وبيروح للمستشفى وهو معاه رجالة كتير جدا من عصابته، اللي اول لما بيدخلوا بيتفاجئوا بشنطة كده مرمية على الارض، والكل ساعتها كان خايف يفتحها لحد ما بيدخل واحد منهم يفتحها وبيلاقي جواها صندوق، واول ما بيفتحوه كلهم بيتخضوا، بس الصندوق ما كانش فيه حاجه غير قناع، اللي اول ما تشات شاي شافه عرف ان تشانج وصل لبنته، وبيتفاجئوا بعد كده بالكهرباء بتقطع في المكان، وبيبدا تشانج يهجم على كل افراد العصابه اللي في المكان، وتشات شاي بدا يهجم هو كمان على الحارس اللي كان معاه وبيفك السلاسل اللي مربوط بيها، وبيبدا يهجم هو كمان على افراد العصابه اللي في المكان لحد ما بيقدر هو وتشانج انهم يخلصوا عليهم كلهم ومش بيتبقى منهم ولا واحد. وتشانج بعدها بيدي لتشات شاي التليفون بتاعه وبيسمعه الرسائل اللي كانت سابت بعتها له اللي فيها ان هي عرفت شكل المتبرع، ولما بيشوف صورته بيعرف ان تشانج هو اللي هيتبرع لبنته. في نفس الوقت كان هونج فاق وعرف اللي اخوه عمله فيه وكان عاوز يموته، بس مش بيقدر لانه في الاول وفي الاخر اخوه، بس يعني اول ما بيلف ظهره بيضرب اخوه على دماغه وبيوقعه على الارض وبيقول له سامحني يا اخويا انا اضطر اضحي بيك علشان خاطر اعيش، وبيضربه بالانبوبه على دماغه تاني لحد ما بيفقد الوعي. وتشانج وتشات شاي بيجيلهم كو هانج وبيبدا يهجم عليهم وبيبان انه جامد جدا في القتال، وعلى الرغم ان هما 2 على 1 بس بيقدر كو انه يدغدغهم من كتر الضرب، لحد ما بيقرر الاتنين انهم يتحدوا مع بعض ويهجموا عليه في نفس الوقت، وساعتها بيقدروا انهم يضربوه اكتر من ضربه لحد ما بيفقدوا توازنه، وبيقدر تشانج ان يديله ضربه قويه جدا برجله بيطيره من مكانه، بس بيقوم تاني ابن اللذينة وبيهجم عليهم مره تانيه، وبيضربوه في الاول شويه بس بيقدر انه يصيب تشات شاي بالسكاكين اللي معاه وبيضربه بيطيره لبعيد، وكان خلاص تقريبا تشات شاي هيموت من قوه الاصابات اللي عنده، وكو كان ماسك تشانج وعمال يضربه لحد ما بيكسر بيه الازاز وبيقع هما الاثنين من المبنى، بس تشات شاي بيفتكر بنته وبيقوم مره واحده وبيلحق بسرعه تشانج قبل ما يقع وبيرميله السلسله، كو هانج بيمسك فيها وتشانج بيمسك في الكرافته بتاعته، بس بيقدر تشات شاي انه ينقذ تشانج على اخر لحظه، وده طبعا بعد ما كو مات من الخنقه، اما هانج مات لانه ما عملش العمليه، وعلى الرغم من اللي لسه عامله في اخوه الا انه كان حزين عليه جدا. وبعد فتره اتبرع تشانج اللي صاه وقدر انه ينقذ حياتها، واصبح هو وتشات شاي زي الاخوات بالظبط.
وبيخلص فيلم النهاردة. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. حابب أشكر الناس الجميلة اللي بتفتكرنا على طول باللايك والكومنت الجميل. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.